مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. أنا رغد وهاي قناتنا قناة تفاصيل تيوب. فيديو اليوم حيكون عبارة عن يوتيوبرز لعبوا ألعاب أساءت للإسلام. إمشان هيك يلا خلونا نبلش. كلنا بنعرف إنه الألعاب الأجنبية هي من اختراع وتصميم بالأغلب أجانب، واللي هم بالأغلب ملحدين أو بيعتنقوا ديانات مختلفة غير الإسلام، وفي منهم بيكرهوا الإسلام بطريقة غير عادية، وفي منهم أيضا بيسيئوا للإسلام برضو بطرق مختلفة زي الألعاب أو الأغاني أو الأفلام أو المنتجات وأشياء ثانية كتير. تعالوا أحكي لكم عن يوتيوبرز لعبوا ألعاب مسيئة للإسلام. أولها اليوتيوبرز اللي معنا واللي هو أبو فلة، واللي لعب لعبة ريزيدنت إيفل، وهاللعبة أساءت للإسلام بطريقة مباشرة، وهاللعبة أيضا معروفة جدا وكانت بتسيء للإسلام بإنها جسدت باللعبة باب من أبواب المسجد النبوي على إنه باب للشر. وبإصدارها الخامس كانت في مكتبة كل الكتب فيها مرتبة إلا تاب كان على الأرض، ولما وضحنا وجدناه إنه القرآن الكريم. وبهيك بيكون أبو فلة من ضمن اليوتيوبرز اللي لعبوا ألعاب أساءت للإسلام. ثاني هاليوتيوبرز اللي معنا واللي هو بندر، وهو أيضا يوتيوبرز معروف لعب أيضا لعبة بريزيدنت إيفل، وأيضا زي ما حكيت لكم هاللعبة بتسيء للإسلام بشكل واضح جدا، ولعب من هاللعب مراحل وما فكر انه اذا هاللعبة بتسيء للإسلام او لا. ثالث هاليوتيوبرز اللي معنا واللي هو سيد، وهو من اكثر اليوتيوبرز المعروفين انهم بيقوموا بألعاب جديدة وغريبة ومحتوى اصلا عبارة عن ألعاب، وهو ايضا لعب لعبة تسيء بشكل واضح للغاية. ففي اصدار 2021 ظهر فيها اللعبة ورق مرمى في مكان مش نظيف، ولما دققنا اكتشفنا انه هالورق هي صور من آيات القرآن الكريم، وهالشي كان صادم لكل محبين لعبة كول أوف ديوتي، فما كانوا عارفين إنه هاللعبة بتسيء للإسلام. أيضا سيد لعب اللعبة اللي هي بريزيدنت إيفل، وكان أيضا لعب منها مستويات عالية جدا، وأيضا ما ركز إذا هاللعبة بتسيء للإسلام ولا لا. وهالشي مثل ما حكيت لكم كان صادم لكل محبين لعبة كول أوف ديوتي وبريزيدنت إيفل، وواضح إنه كل هاليوتيوبرز اللي لعبوا هالألعاب اللي بتسيء للإسلام تعرضوا لانتقاد بشكل كبير جدا وكمية كبيرة جدا من التعليقات السلبية، فهم انصدموا انه كيف هاللعب بتسيء للإسلام وبيلعبوها، وفعلا اتعرضوا لكمية كبيرة من التعليقات السلبية. لكن الأغلب حكى انه هاليوتيوبرز ما بيعرفوا فعليا انه هالألعاب بتسيء للإسلام، فهم ما دققوا بتفاصيل هاللعبة وبيلعبوها بصفانية. هيك بكون حكيت لكم على يوتيوبرز لعبوا ألعاب بتسيء للإسلام، لكن مثل ما حكيت لكم ما كانوا مدققين بتفاصيل هاللعبة ومتأكدين إذا هي بتسيء للإسلام ولا لا. هيك بنكون أنهينا هالفيديو لهذا اليوم. احكوا لي بالتعليقات إذا بتعرفوا حد لعب لعبة بتسيء للإسلام. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والضغط على جرس التنبيهات لحتى يوصلكم كل فيديو جديد بننزله على قناتنا، وشكرا لمشاهدتكم.